صورة واحدة جماعية، شنو الفكرة في الصورة؟ على حسب انت شنو تبي الصورة، كيفك انت مصور يعني مثلا تبي فاشن، نبي اعلان حق برنامج مثلا، اعلان حق برنامج ايه؟ الاعلان يعني اقدر استخدم فيه، لازم تصميم وتصميم وخلفية. اوكي بس يعني تبي مثلا نكون واقفين نوقف مثلا كيفك؟ اوكي او نقعد كذي يعني على على الجنب يفضل. اوكي يلا اوكي شكرا لك، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. وراح نترقب على فكره التصميم بالانستغرام، وسوي لي منشن سوى حق عبد الرحمن عشان نشوفه. الله يعطيك الف عافيه. حلوه شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. عهود شنو عندنا الحين؟ موفق ان شاء الله، واحنا وايد سعيدين ان انت تكون موجود ويانا. موفق ان شاء الله بهوايتك، وان شاء الله نشوف صور وايد حلوه انت مصورها. شكرا جزيلا لك. والحين نكون وياكم، وصلنا حق تقرير حلو ومميز مسوي لنا يا عبد الرحمن. يا ترى عبد الرحمن وين راح وش سوى؟ ما ادري، شوفوا وياكم بهالتقرير. من ابرز عناصر الوقوف على خشبة المسرح وبالنسبة لنا احنا كمذيعين في التلفزيون وايضا الممثلين هو الاضاءة، اللي يمكن في بعض منا ما يعرفها ويجهلها. علشان كذي اليوم نقابة الاعلاميين والفنانين في الكويت قررت انها تعمل ورشة بالتعاون مع المخرج الكويتي خلف العنزي، علشان يتكلمون فيها عن الاضاءة وطريقة الاضاءة وتركيب الاضاءة وايضا الوقفة الصحيحة تحت الاضاءة. كل هالتفاصيل راح تعرفونها معي اليوم في هذا التقرير، خلكم معي. مخرج مسلسل وبعد ويبقى والدروازة هو الأستاذ خلف العنزي. مساك الله بالخير وأهلا مرحبا فيك ويانا من خلال كافيه شبابي. مساك الله بالنور، هلا والله، حياكم الله. عندي طبعا الكل يعرف تجاربك التلفزيونية المميزة وأيضا المسرحية، لكن اليوم أنت موجود هنا علشان تقيم دورة لها علاقة بالإضاءة. ودنا نتكلم أكثر عن تفاصيل الدورة، ودنا نتكلم أكثر عن الأشياء اللي راح يتم تقديمها اليوم من خلال الدورة. أولا يعني الإضاءة أنا بالنسبة لي أكثر شيء أحبه وعندي خبر فيه جيدة ودارس فيه مجالات كثيرة. الدورة هذه الحقيقة لأن أنا أريد بعد عضو مجلس إدارة في نقابة الفنانين والإعلاميين أمين السر، فاتفقنا مع إخواني في مجلس الإدارة إن إحنا نسوي مجموعة من الدورات نخدم فيها أعضاء الجمعية العمومية أو أبناء الوسط الفني بكل أشكاله. فكان أول مقترح إن إحنا نسوي دورة في تقنيات الإضاءة الحديثة، زائد فلسفتها، تأثيرها النفسي، تأثيرها الدرامي. فصار لنا يعني بحثنا عن مكان، فكان المسرح الشعبي وتبرع لنا في المكان. مهندس احمد العريان ما قصر، بعد شركه سينيه جابوا لنا المعدات، وهو ايضا راح يتكلم عن عن, عن هندسه الاضاءه. من خلال شاشتنا ومن خلال كافيه شباب يسعدنا نرحب برئيس نقابه الاعلاميين والفنانين ورئيس مجلس اداره المسرح الشعبي، مسميات وايد كثيره، دكتور نبيل فلتشاوي. مساء الخير وهلا مرحبا فيك وياك. مساء النور، حياكم الله وشاكر لكم على تغطيه الفعالية اليوم. ومثل ما قلت تعتبر فعالية مميزة، فعالية جدا مهمة بالنسبة لكل العاملين في نطاق الإعلام والفن. الفعالية لها علاقة بالإضاءة، ودنا نتكلم أكثر عن احتضان المجلس أو المسرح الشعبي لهذه الفعالية. أمانة عندنا سياسة هي تثقيف الحركة المسرحية، وعندنا خطة استراتيجية لإقامة معهد مماثل أو أكاديمية شبه أكاديمية في جميع التخصصات. قاعد ندرس ورش في جميع المجالات، درسنا ورشة بالديكور، إعداد ممثل، إعداد كاتب، وحاليا ورشة بالإضاءة. هذه خطتنا لهذا الموسم، وإن شاء الله بعدها نعلن عن ورشة كذلك. هذا كان سؤالي دكتور نبيل، أنت حركت سؤالي، شنو القادم وشنو اللي مجهزينه لكل الشباب اللي قاعدين يتابعونا الحين؟ طبعا مدام السؤال موجه للشباب، ندعو شباب للالتحاق في النقابة والمسرح الشعبي. هناك خطط كثيرة عندنا تستمر هذه الورش. الحين عندنا بعدها إن شاء الله أعداد، بعد ما خلصنا الورش هذه عندنا أعداد إدارة يلقيها الدكتور خالد القحس، وعندنا إن شاء الله الموسم القادم الورشة الثانية بس مكثفة أكثر.
هذا احنا اكيد ما زلنا متواصلين معاكم وبعد هذا التقرير اللي شفنا فيه وتكلمنا فيه عن موضوع الاضاءه. يعني بلشنا اول شيء حلقتنا بالفنتك، بعدين رحنا حق جروب معا، بعدين شفنا تقرير وشفنا مصور شاب كويتي، بعدها رحنا شفنا تقرير الإضاءة، الحين وصلنا وياكم حق الكشخة، الموضة، الأزياء والملابس الحلوة والجميلة. دائما يقول لكم أن الشباب الكويتي والمبدع طموحه ما يوقف عند حد معين، علشان كذي دائما يصرون على أنهم يقدمون أشياء مهمة جميلة يرفعون فيها اسم الكويت. شاب كويتي خذ على عاتقه مهمة صنع ماركة كويتية جديدة واسم يحمل عنوان للأناقة والملابس. اليوم أنا لابس تقريبا شيء منهم من هذه الماركة، وأيضا عهود هم لابسة، وهو بعد لابس تيشيرت من هذه الماركة، عشان كذي كلنا فخورين بالشاب الكويتي مشاري بلال وماركة أسد الكويتية. أهلا مرحبا فيك ويانا. يا هلا فيكم ومشكورين على الاستضافة الطيبة هذه. يا هلا مرحبا فيك. ودي أعرف بالبداية ماركة أسد، ليش اسم أسد اللي نوعا ما أشوفه غريب نوعا ما أنه يتسمى لماركة؟ تمام، احنا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية أرجع أشكركم مرة ثانية على استضافتي. لما نتكلم عن ماركة أسد أو لما نقول اسم الماركة كأسد، احنا بدينا صناعة جديدة علينا هنا بالكويت، فحبيت بداية صناعتي او انه لما ابرز الصناعة اللي عندي ابرزها باسم قوي اوكي يمثل صناعتنا. احنا ما نقدر ان احنا نبرز صناعة او ان احنا نبدي صناعة باسم ضعيف، فهذا كان بداية الفكرة وهذه الطريقة اللي احنا سميناها. كان الاسد يتصف بالقوة وبالسيطرة، فقلت انه يعني خلي قلبي اسد فيه وقوي قلبي سوي ماركة أسد. طبعا أنتم ما تدرون إيش كثر تعني ماركة أسد حق عهودكم، برجها أسد. فعلا صح عشان كذي أنا وايد متفاعلة مع الموضوع وعاجبني، لأن برجي الأسد وأنا وايد أحب برجي، فعشان كذي كان ماركة على اسم برجي هذا شيء وايد. برجك الأسد؟ لا والله مو برج الأسد، لكن في شغلة أنا حبيت إني أذكرها هني بهالمقابلة، إن إحنا سمينا الماركة باسم عربي. نعم. أوكي اسم أسد، اسم إن شاء الله تعرف الطموح ما يوقف عند حد معين. إذا الله وفقنا إن شاء الله انتشرنا عالمياً، حبيت أنها تنتشر الماركة باسم عربي، وهذا من الأشياء اللي خلاني أسميها. حتى نطقها يكون سهل، يعني اسم عربي وسهل، يعني برا نعم. يقدرون يقولون أسد. نعم. زين مشاري، نلاحظ دائماً أن مجموعات تصاميمكم مريحة وفي تناسب الأذواق، يعني تصميم التصاميم من الأزياء والملابس، يعني مثلاً تيشيرت مثل هذا يحتوي على لون البرتقالي الأزرق الأبيض، كلها ألوان شبابية مريحة وفرش. حتى التيشيرت مثلاً اللي أنت لابسه تتعمد وتحرص على أن تكون التيشيرتات مريحة وتكون فيها هالألوان. نعم، هو بالبداية طبعاً الماركة نفسها تمثل نوع معين من لاينات الموضة اللي هو الكاجوال، لبس الكاجوال اللي نتكلم عنه، هو بطبيعة الحال يكون مريح، وبنفس الوقت الألوان اللي قاعد نقيها طبعاً بناءً على رغبات مثل ما تقول زبائننا هنا بالكويت، وبنفس الوقت ندرس مثل ما تقول إن هي تكون مريحة للنظر. هذا قبل أي شيء. وشغلة ثانية، هني تعرف إحنا هني شبابنا يحب الألوان، يحب التغيير، وشعبنا هني مثل ما تقول أنهم عندهم الذوق والحس العالي باختيار الملابس، فحبينا إحنا نقدم لهم شيء مثل هالنوع. حلو بالكواليتي هذا. حلو، الله يعطيكم العافية. بس ودي أعرف يعني كونكم شركة مختصين في صناعة الملابس والأزياء للشباب والبنات، شنو هو توجهكم الحقيقي؟ يعني أنا من كلامك لخصت أن أنتوا تبون يعني توصلون ملابس مريحة وبنفس الوقت تكون على الموضة وتكون كشخة وحلوة، شنو هو توجهكم؟ هل بالمستقبل راح نشوف عندكم مثلا ملابس سهرة، نشوف عندكم مثلا ملابس تختص بالرياضة، أو بس ملابس الطلعه اللي نتداولها يوميا؟ احنا حاليا مثل ما تقولين بدايتنا هنا، احنا بس اللاين اللي قاعد نستخدمه اللي هو لاين الكاجوال، لكن مستقبلا ان شاء الله ما يمنع ان احنا ندخل لاينات ثانيه. مثل ما يمكن وايد ناس تعرف احنا عندنا رعايات حق افريقيا كره قدم، عندنا رعايات حق افريقيا رياضيه، فنقدم الملابس الرياضيه احنا اوريدي الحين بحكم ان احنا مصنع اساسا. الفرق الرياضيه مثل شنو؟ اللي احنا قدمنا حق نادي هني بالكويت اسمه جولاسو، وسوينا رعايه حق طبعا حق بطوله الانديه الخاصه قدمناها هني بالكويت،
وقدمنا ملابسهم عن طريق أسد. حلو وايد حلو. دائما نشوف ماركة أسد الكويتية موجودة في المعارض، موجودة في التجمعات والاحتفالات الشبابية، لكن للحين ما شفنا لها محل. متى راح نشوف محل خاص موجود أو بوتيك يقدرون هم يزورونه ويروحون يأخذون منه الملابس اللي يبونها؟ تمام. أول شيء بطبيعة الحال بالبداية إحنا محتاجين وقت إن إحنا ننتشر هنا، وأنا بالنسبة لي يعني ما أعطي الماركة وقتها بالانتشار هنا، لكن أوعدكم إن شاء الله مستقبلا أو شيء قريب إن شاء الله إن يكون عندنا محل موجود بالسوق، وإحنا قاعد نشتغل على الشيء هذا إن شاء الله وضمن خططنا صراحة يعني خلال السنة هذه. حلو، خبر وايد حلو. بس ودي أعرف منك شلون طريقة تسويقكم لمنتجاتكم، شلون تتواصلون مع الناس عشان تورونهم آخر الكولكشنات الجديدة اللي نازلة، شنو الجديد اللي عندكم؟ نعم، الطريقة اللي هي الأساسية اللي إحنا قاعد نتبعها بالتسويق هي مثل ما تفضل أخوي عبد الرحمن، إحنا قاعد ننزل معارض، معارض أكبر مكان للتجمع الشبابي، وبنفس الوقت قاعد نرعى بعض المعارض اللي نشارك فيها. بهالطريقة نحن نقدر نوصل حق الجمهور. وعندنا شغلة ثانية أنا حبيت أن تكون طريقتنا ودعايتنا مو الطريقة الاعتيادية، إحنا حبينا أن احنا ندخل في أمور اللي هي تخص المجتمع كخدمة للمجتمع، بدل ما نحط مثل ما تقول مبلغ التسويق هذا في دعاية 5 دقائق وتروح، لا إحنا نقدر أن احنا نوجهها كطاقة كدعم لطاقات الشباب الموجودة، وهذا اللي قاعد نسوي الحين والحمد لله ماشي مخطط. طبعا مشاري خلال اللقاء كانوا الناس قاعدين يشوفون مجموعه من الصور خاصه بالازياء والملابس، واليوم شافوا مودلز حقيقيين لابسين هذه الملابس. ان شاء الله نوعدك خلال حلقاتنا الجايه، وطبعا هذه اكيد بدعوه كريمه منك ان تكون سبونسر لي ولعهود ولهاشم نلبس الملابس من عندك في البرنامج، واكيد احنا اللي نتشرف. شنو الكلمه الاخيره اللي تحب تقولها حق كل اللي قاعدين يتابعونا من خلال شاشه تلفزيون الكويت، خاصة المتعلقة بطموحك أمنياتك وأكيد الرؤية المستقبلية لماركة أسد؟ أول شيء أنا أحب أشكر كل من دعمني في البداية كأسرتي وأهلي يعني أصدقائنا وشعبنا شعب الكويت، يعني ما شاء الله إحنا من اسمه ماركة كويتية قاعد يشترون الماركة لأنها ماركة كويتية، إحنا حابين إنه يكون حلو الدعم هذا وشاكرين لهم فيه، لكن حابين بالمستقبل إنه يكون شرائهم للماركة عن اقتناء، وهذا اللي احنا قاعد نقدمه وقاعد نحاول ان احنا نقدمه جاهدين. اشكرهم واتمنى ان شاء الله انهم يشوفون ماركة اسد بالمستقبل القريب في محافل عاليه باذن الله، وهذا اللي قاعد نسعى له التوفيق منه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. كل الشكر والتقدير لك، الله يعطيك الف عافيه. احنا نفتخر فيك كونك صاحب شركه اسد، شركه كويتيه اكيد لتصميم الازياء والملابس الحلوه الشبابيه. الله يعطيك الف عافيه. شكرا وموفق يا ربي. شكرا جزيلا مشاري. مشاري قبل لا تروح، يعني احنا اليوم دائما عندنا تقارير حلوه ومميزه، عهود اليوم سويت لنا تقرير غريب ومميز. دائما تشوفون البلوجرز او البنات في الكيك وغيرها من البرامج وأيضا في اليوتيوب يدخلون على اليوتيوب أو يصورون فيديو، الفيديو عبارة عن التيتوريال يعلمون فيه البنات اللي تكون خبرتهم قليلة أو بسيطة في المكياج في الشعر وغيرها من الأمور، كيفية وطريقة وضع المكياج وكيفية تسريح الشعر، مو بس تسريح الشعر، حتى ساعات تشوفون تيتوريال خاص مثلا في تدريس مادة معينة منهج معين. اليوم عهود قررت انها تسوي لكم تقرير خاص عن المكياج. يا ترى عهود شنو تبي تقولي لنا عنه قبل ما نشوفه؟